يشد نو انه اليوم نص ليل بيسكروا باب الترشيحات للانتخابات النيابيه، ولحد هلا صار في اكثر من 900 شخص مقدمين ترشيحاتهم، والمبلغ اللي صار فايت على خزينه الدوله تقريبا 5 مليون دولار. السجال بين حركه امل وتيار الوطني الحر كمل لليوم الثاني. نسجل بارتياح وامتنان واسف انفئان اقرار معالي وزير المال بانه عرقل معمل دير عمار. اتهمنا بسرقه التفئة. بالله عليكم علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة. هو وزير عدل وهو عنده السلطة والصلاحية في يتواصل مع رئيس الحكومة ويراجع ديوان المحاسبة، وهي بتقله كيف. وأنا رح غيب عنكم بيو شدنو هالخمس أيام، بس راجعة من بعدها.